أتم ضيوف الرحمن من الحجاج المصريين تصعيدهم إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى والتوجه إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة. ويعود الحجاج مرة أخرى إلى مشعر منى لقضاء أيام التشريق، وذلك وسط إجراءات أمنية مكثفة لتسهيل وصولهم إلى المشاعر. بعد قضاء ضيوف الرحمن ليلتهم عند المشعر الحرام بالمزدلفة وبدء تصعيدهم بعد صلاة الفجر إلى مشعر منى لرمي جمرات العقبة الكبرى لتبدأ بعدها أيام التشريق، وذلك بعد تمكينهم من الوقوف بصعيد عرفات والذي حرصت خلاله البعثة الطبية المصرية على التواجد بالمخيمات للعمل على تهيئة الأجواء المناخية والروحانية للحجاج المصريين. كان لنا تواجد في المخيمات في عرفات، وهيبقى لينا برضو تواجد في المخيمات في منى إن شاء الله. إحنا كنا بنستقبل أي حد مريض، أي حد محتاج أي مساعدة طبية، كنا بنستقبله في الخيمة اللي إحنا كنا قاعدين فيها، بنقدم له العلاج، نشوف الضغط، السكر، الخدمة الطبية كاملة. في بعض الحالات ما كانتش بتقدر إن هي تجيلنا لحد عندنا، فكان الدكتور بياخد الحاجة بتاعته وبيتوجه ليها، بيقدم لها الخدمة الطبية بتاعتها لحد ما نطمن عليهم. ده بالإضافة إن كان في فريق المستشفيات بيمر على المستشفيات اللي في منطقة عرفات، وبرضه هيمر على المستشفيات اللي في منطقة منى علشان خاطر يتابع حالات المصريين اللي بتخش المستشفيات ديت. احنا كنا كفريق وقائي في طب وقائي في المشاعر، كنا طبعا مقسمين نفسنا فرق، بنعدي على المخيمات برضه، بندي توعية وتثقيف صحي للحجاج، طبعا بنقول لهم طبعا عدم التعرض للشمس بطريق غير مباشر، ان هو برضه بيبقى واخد الشمسية او غطاء رأس على راسه، يحاول بقدر الامكان ان هو يتجنب الزحام، يحاول بقدر الامكان ان هو برضه يكتر من شرب المياه الكتير، السوائل، يتجنب مثلا اكل الحلويات عشان ما يحصلش له اجهاد حراري او هبوط. جموع بيت الله بعد رمي جمرات العقبة الكبرى بمشعر منى عبروا عن سعادتهم البالغة لتمكينهم من أداء الفريضة، مشيدين بالإجراءات الميسرة التي اتخذتها السلطات السعودية بالتعاون مع البعثات النوعية المصرية ومنها البعثة الطبية. بس الانطباع ان هو التنظيم ممتاز ما شاء الله، يعني الحقيقة يعني مبذول مجهود ممتاز جدا الحقيقة، يعني في كل حاجة في كل النواحي. أنا في حلم، لا في حلم مش عايز اصحى منه حقيقي. تجربه جميله جدا، وربنا ما يحرم اي مسلم ابدا 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 يا رب. والله الحمد لله ربنا تم علينا بالحج وكل شيء كان ميسر الحمد لله. الحمد لله السنه دي كانت حلوه والاعداد كويسه يعني الحمد لله، وربنا يوعد كل الناس. والحمد لله المشاعر جميله والتنظيم اكثر من رائع والامور منظمه بشكل جميل جدا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اعظم حاجه بالنسبه للمسلم الحج تكمل الدين، فالحمد لله الحمد لله قمة السعادة. بعد أن قضى ضيوف الرحمن ليلتهم بالمشعر الحرام سعوا لرمي جمرات العقبة الكبرى لتبدأ أيام التشريق، ليتحللوا من إحرامهم داعين الله أن يتحللوا من ذنوبهم والرجوع إلى ديارهم كما ولدتهم أمهاتهم. محمد حلمي، التلفزيون المصري.